انت. شو القصة؟ ليش اجيت؟ شو يعني ليش اجيت؟ اجيت كرمال شوف وضع ديا شو بده يكون. ليش؟ انت ما سألت عن وضعها وقت كانت بحاجتك، ليش اليوم؟ مو لغيت الزواج؟ وكل الحكي الفاضي يلي قلته جوا، نحن منعرف انه مانو الحقيقة. قلي شو القصة؟ ايه شوريا، بصراحة هي ما كانت الحقيقة اللي انا حكيتها، وكل شي قلته مانو صحيح. شوريا انا بحاجة لشوية وقت لاخلص من هاي المصيبة. دي تعرضت لجريمة بشعة، والشغلة مانا مزحة. شوريا فهم علي، انا عايش بنفس المجتمع اللي عايشين فيه عيلة ديا، وشو بدي احكي لك؟ مثل ما اهلها رفضوا يتقبلوها انها تعيش معهم بنفس البيت، نفس الشيء موقف امي. امي رافضة اي رابط بيني وبين ديا بعد هي القصة. انا طول الوقت عم جرب وحاول اقنعها كتير، بس هي رافضة تفكر. شو طالع بايدي؟ امي عم تقلي اذا بضلني مصر اني اتزوج ديا، واذا بجرب قابلها او حتى مجرد اني احكي معها مكالمة، هي رح تقتل حالها. شو اعمل؟ قلي شو ساوي؟ وشو عملت؟ شو يلي عملته اليوم؟ كسرت وعدك؟ لا، أنا ما خبرت أمي. بقصد ما لقيتها كتير مهمة إني خبرها بجيتي. أنا كنت كتير قلقان على ديا، وإجيت ركض لهون شوريا. إذا أمي عرفت بجيتي بعدين بدبر الموضوع. أنا ما بيهمني حدا ولا أي حدا. على كل حال شكراً كتير لأنك ساعدت ديا. أنا ساعدت ديا يا كاران، ما في داعي إنك تتشكرني على هالشي. على كل حال بعتقد إنه صار واضح كتير منيح ليش أنا اليوم إجيت لهون. سلام. قول يلي بدك يا كاران. أنا بعرف إنه الأمور مو بسيطة مثل ما عم توصل لي إياها. في شي مخبى على الأكيد.